بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي وبناتي طلاب الصف الثالث الثانوي، أهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من حصص مادة التاريخ على منصة البث المباشر التابعة لوزارة التربية والتعليم المصري. النهاردة أبنائي وبناتي هنكمل حصة جديدة من حصص الفصل الرابع مصر بعد الحرب العالمية الثانية. أخذنا مع مستر حسام مع مستر إيهاب أجزاء كبيرة من الفصل الرابع، ووصلنا النهاردة هناخد عند وزارة الشعب وارتفاع المد السبب. بعد المرحلة الكبيرة اللي خاضها الشعب المصري في محاولة وجوده واستقلاله، وصلنا عند وزارة الشعب وارتفاع المد السبب. انت في بعد كده حصلت انتخابات عامة كانت على إثر صدور دستور 1923 علشان الشعب يختار ممثل له في أو ممثلين له في البرلمان. طبعاً أسفرت الانتخابات دي عن فوز حزب الوفد أو عن فوز الوفد في وقتها برئاسة سعد زغلول، ودي كانت بأغلبية كبيرة جداً أو بأغلبية ساحقة بلغت 90%. وألف سعد زغلول أول وزارة شعبية دستورية في تاريخ مصر في يناير 1924. طبعاً نتيجة كفاح كبير حصل إحنا تكلمنا عنه في الحصص السابقة اللي وصلنا للمرحلة دي، ودي تعتبر علاقة تطور الحياة النيابية في مصر في العقد الثالث من القرن العشرين، إن تتعمل انتخابات يعني إن الشعب يختار من يمثله في البرلمان، وتشكل بأغلبية ساحقة أو تشكل نتيجة فوز ساحق بلغ أكثر من 90% أو 90%. وبالتالي دي كانت أول وزارة شعبية دستورية في تاريخ مصر تم وجودها أو عقدها في يناير 1924. طبعاً وزارة زي دي كان لها إنجازات كبيرة أو إنجازات معقولة يعني، ونعمت مصر فيها بأول ثمار الحياة الدستورية، فاتجهت إلى ترقية شؤون البلاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية. طبعاً وزارة زي دي تم انتخابها بشكل زي ده في وقت زي ده لازم تعمل على نوع من أنواع الترقي أو الأفضل، يعني تعمل عملية حاجة كويسة لما هي ترمي إليه. لو اتكلمنا عن إنجازات الوزارة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والإدارية، من الناحية الاقتصادية عملت هذه الوزارة على تخليص الحياة الاقتصادية من السيطرة الأجنبية. إزاي؟ بدأت تعمل على فصل العملة المصرية عن العملة البريطانية، تعمل عملية فصل ما بين العملة المصرية على العملة البريطانية، واحنا درسناها في الحصص السابقة كانت من العمل الإنجليز لما احتلوا مصر، ربط قيمة العملة المصرية بقيمة العملة الإنجليزية بحيث لو حصل أي اهتزاز في العملة الإنجليزية تتأثر بها العملة المصرية. فوزارة الشعب عملت على فصل العملة المصرية عن العملة البريطانية، بيع أكبر جزء من أراضي الحكومة لصغار المزارعين، وده يعتبر نصر للفلاح أو المزارع الصغير. كانت دايماً الأفضلية بتبقى لكبار الملاك وكبار الأعياد. هنا بدأت هذه الوزارة لوزارة الشعب تعمل على بيع أكبر جزء من أراضي الحكومة لصغار المزارعين. ده بجانب إيه يا شباب؟ بجانب الاقتصاد. أما من الناحية الاجتماعية أو اللي احنا بنقول عليها التعليمية، لأنها خصت هذا الجزء أو هذا الجانب بالتعليم، عملت على زيادة ميزانية وزارة المعارف، وزارة المعارف اللي احنا بنسميها حاليا وزارة التعليم. واحنا عارفين طبعا من سياسة الاحتلال البريطاني اللي خدناها في الحصص السابقة الضن عن التعليم، الضن اللي هو البخل أو عدم الصرف في التعليم، لأن هو المحتل دايماً يسعى إلى جهل أو تجهيل من يحتله، لأن التعليم والعلم بينور العقول ويخلي العقل ينور يطالب بحقه، فهو مش عايز ده.
كان من سياسة الاحتلال الضن، الضن واحنا كنا فسرناه بالبخل، البخل عن الصرف عن التعليم. فهنا في وزارة الشعب عملت على زيادة ميزانية وزارة المعارف اللي هي وزارة التعليم حاليا، ومش بس كده، عملوا على وضع مشروع قانون التعليم الإجباري للبنين والبنات. يعني معنى إيه؟ إن التعليم ما هوش اختياري، ولا الواحد يدخل يتعلم ولا لا، عملوا وضع مشروع لقانون التعليم الإجباري، ومخصوش بقى يقولك البنين بس، لا كمان البنات، تعليم البنات وتعليم البنين. وده كان مشروع اتقدمت بيه وزارة الشعب، التعليم الإجباري للبنين والبنات، إن التعليم ليس للرفاهية، ولا التعليم ليس لطبقة عن طبقة، ولكن التعليم لكل الشعب وبشكل ملزم على الشعب كله. طيب دي من الناحية الاجتماعية اللي هو اللي خصت بها الجانب التعليم. طيب من الناحية الإدارية والسياسية، من الناحية الإدارية والسياسية بدأت تعمل على صبغ الإدارة المصرية بالصبغة المصرية عن طريق إحلال الموظفين المصريين محل الموظفين الأجانب. فاكرين النجلزة؟ احنا اتكلمنا عنها قبل كده. فبدأت تعمل على تمصير الإدارة المصرية بالصبغة المصرية عن طريق إحلال الموظفين المصريين محل الموظفين الأجانب. ومش بس كده، تشجيع الحركة الوطنية في السودان اللي بتسعى لوحدة مصر والسودان وتحرير وادي النيل من الإنجليز. يعني بدأت ترجع أو تحاول ترجيع السودان ليها مرة أخرى بوحدة مصر والسودان من احتلال الإنجليز أو من تحكم إنجليز فيها. يبقى أنا عندي دي إنجازات وزارة الشعب، محاولاتها لترقية الأوضاع في مصر، وخصوصا الجانب الاقتصادي والاجتماعي والناحية الإدارية والسياسية. هذه الإنجازات وهذه المحاولات اللي بدأت وزارة الشعب تعملها، أدت سياسة وزارة الشعب إلى اشتعال الحركة الوطنية في كل من مصر والسودان. بدأت الناس تحس بجد إن في حد يعني بيحاول يحسن من أمورها، وبيطالب بحقوقها، وبيعمل شغل كويس. فده بدأ إن هو يحرك الدافع الوطني عند البعض، واشتعلت الحركة الوطنية في مصر والسودان. طبعا ده مين اللي هيضايق مين؟ هيضايق طبعا الانجليز، ده اغضب الحكومه البريطانيه اللي كانت ترغب في فصل السودان عن مصر، وانتوا بتقولوا وحده وادي النيل، وانتوا بتطالبوا بوحده وادي النيل، وحده مصر والسودان. طب انتوا منين؟ طب انتوا بتطالبوا بوحده مصر والسودان، وكان من مصلحه الانجليز تفصل مصر عن السودان علشان تقدر تستفيد من الوضع ده، تمام؟ فأدت سياسة وزارة الشعب إلى تحريك الوعي الوطني عند المصريين، واشتعال الحركة الوطنية في مصر والسودان، وده أغضب المحتل، أغضبت الحكومة البريطانية اللي كانت ترغب في الفصل، فصل السودان عن عن مصر. دخلنا في، احنا طبعا درسنا اسمه مراحل المفاوضات المصرية البريطانية. دخلنا في مفاوضات سعد زغلول ماكدونالد، طبعا ماكدونالد ده كان رئيس الحكومه البريطانيه. مفاوضات سعد ماكدونالد تعد اول مفاوضات في عهد الحكم الدستوري، احنا اخذنا الحصه السابقه مع مستر ايهاب مفاوضات سعد ميلر. طبعا في فرق، هنا سعد زغلول كان بقى رئيس وزراء، تمام؟ سعد ميلر كان اخذ توكيل من الامه، كان شخص عادي واخذ توكيل من الامه يتكلم، كان ممثل عن الشعب، لكن هنا أصبح رئيس وزراء. هدفت المفاوضات بتاعت سعد ماكدونالد اللي هو رئيس الحكومة البريطانية في وقتها إلى إيه؟ عندما دخل سعد زغلول في المفاوضات، في مفاوضات مع المستر ماكدونالد رئيس الحكومة، لعقد معاهدة تحقق لمصر الاستقلال التام ولبريطانيا مصالحها. يعني بيحاولوا يعملوا عملية مفاوضات مصلحة للجانبين، عقد معاهدة تحقق لمصر الاستقلال التام ولبريطانيا مصالحها. ولكنها فشلت. فشلت لإصرار بريطانيا على التدخل في شؤون مصر الداخلية والسيطرة على مصر، على سياسة مصر الخارجية. هذه المفاوضات فشلت لأن بريطانيا كانت مصرة في التدخل في شؤون مصر الداخلية والسيطرة، هنا سيطرة
على سياسة مصر الخارجية والتدخل في شؤون مصر الداخلية، وإصرارها على بقاء القوات البريطانية في منطقة قناة السويس. فشلت المفاوضات نتيجة لإصرار بريطانيا على التحكم في الجانب الداخلي، على الجبهة الداخلية في مصر وعلى الجبهة الخارجية في حيث وزارة الخارجية أو السياسة الخارجية، وكمان الجانب العسكري وفي منطقة قناة السويس. طبعا ترتب على هذا الفشل فشل المفاوضات بين سعد وماكدونالد قيام المصريين بحركة يعني أدت إلى تراجع ما أخذته مصر من حاجات كويسة. قيام بعض المصريين باغتيال السلستاك. مين السلستاك يا شباب؟ السلستاك كان قائد عام الجيش المصري، السردار ده كان بيطلق عليه اسم أو لقب، كان بياخد لقب السردار، هو قائد عام الجيش المصري. طبعا المقتل السلستاك يعني كان في نقص وعي شوية من جانب بعض المصريين بقضية بلادهم، لأن ده الحركة دي أدت إلى إسقاط حكومة شعبية منتخبة بإرادة الشعب في مصر، وبدأت يعني كل ما أخذناه من ثمار ومن حاجات كويسة في مصر وحاجات إيجابية وأتت ثمارها بعد كفاح طويل، كل ده بدأنا نخسره بسبب حركة اغتيال السلستاك اللي دلت على إن مفيش وعي كويس قوي ولا قراءة للتاريخ كويس قوي ولا رؤية مستقبلية لما سوف يحدث. يعني كان الرد بمقتل السلستاك كان خطوة سلبية في سبيل حصول مصر على مزيد من الاستقلال وعلى مزيد من الحرية، لأن ده أدى إلى إسقاط زي ما قلت لكم أول حكومة شعبية منتخبة بإرادة الشعب في مصر، وهي وزارة سعد زغلول اللي نجحت بأغلبية ساحقة تعدي 90%. نتائج اغتيال السلستاك طبعا انتهز الإنجليز الفرصة وأخذوا بعض الإجراءات اللي تتمثل في توجيه إنذار شديد اللهجة لسعد زغلول، قالوا له دفع تعويض نص مليون جنيه علشان السلستاك ده، السلستاك ده لازم ناخد تعويض على اللي حصل ده، ده قائد عام الجيش المصري. توجيه إنذار شديد اللهجة لسعد زغلول تضمن دفع تعويض نص مليون جنيه. كمان قالوا له لا كمان اسحب الجيش المصري من السودان، يعني معناها فصل السودان عن مصر من الناحية الفعلية. احنا كنا بنسعى لتحقيق وحدة النيل وترجع السودان ومصر مرة تانية، بهذه الحركة وبهذا الاغتيال أدى إلى بقى توجيه بشكل رسمي بسحب الجيش المصري من السودان، يعني فصل السودان عن مصر من الناحية الفعلية. وبالفعل أمرت بريطانيا قواتها كمان باحتلال جمارك الإسكندرية، موانئ الإسكندرية أو جمارك الإسكندرية. طبعا الإجراءات اللي عملتها بريطانيا دي واللي وجهتها لسعد زغلول، سعد زغلول مش هيوافق، رفض سعد زغلول الإنذار واضطر إلى تقديم استقالته، قال له أنا مش هوافق فبالتالي أنا هقدم استقالتي. وبدأ وقدم استقالته للملك اللي هو على طول أعطاها لمين؟ أعطاها إلى أحمد زيور باشا، وده اللي قبل شروط الإنذار البريطاني. وده اللي هي يعني احنا نقدر نقول بهذا الوضع اللي احنا وصلنا ليه، فقدت مصر تحقيق فكرة المجال الحيوي الجنوبي، المجال الحيوي الجنوبي اللي هو السودان، فقدت مصر اللي هو المجال الحيوي الجنوبي، انا بتكلم على دلوقتي السودان، لانها خلاص قالوا لها اخرجي من السودان، وفكرة وحدة وادي النيل خلاص راحت ادراج الرياح. فبهذا الوضع وبهذا الاغتيال اللي حصل وما ترتب عليه، فقدت مصر تحقيق فكرة المجال الحيوي الجنوبي اللي كان بيعمل ليها من زمان محمد علي والخديوي إسماعيل، كانوا بيحاولوا على تحقيقها، واحنا كنا بنحاول ان احنا نفضل عليها ونثبت عليها وننادي بيها. كل ده فقدناه نتيجة ما حدث من اغتيال سلستاك وما ترتب عليها و استقالة سعد زغلول لأنه رفض قبول هذه الإجراءات، ونتيجة قبول وزارة أحمد زيور
باشا بهذه الإجراءات وبهذه السياسات اللي فرضها الإنجليز على مصر، فبالتالي فقدت مصر مجالها الحيوي نتيجة ما قبله أحمد زيور باشا من هذه الإجراءات اللي فرضتها بريطانيا على مصر، وسحبت الجيش المصري من السودان، يعني فصل السودان عن مصر. يبقى احنا نقدر نقول إن أحمد زيور باشا كانت في وزارته فقدت مصر لجانبها أو مجالها الحيوي الجنوبي، وما كان نسعى إليه وما سعى إليه محمد علي من زمان وإسماعيل، وما سعت إليه الحركة الوطنية فيما بعد، كل ده نتيجة إيه؟ قبول أحمد زيور باشا. وما نقدرش نقول قبول أحمد زيور باشا، ولكن الوضع ما قبله كان بيؤكد على كده، نتيجة الاغتيال اللي حصل وما ترتب عليه واستقالة سعد زغلول وعهد الملك إلى أحمد زيور باشا اللي قبل بالإجراء. وفي التالي نقدر نقول إن كل ده أدى إلى انتكاسة للحركة الوطنية، انتكاسة الحركة الوطنية. طيب نقدر نجمل الكلام ده كله، إيه أسباب انتكاس الحركة الوطنية بعد مقتل السلستاك؟ طبعا انطفأت جذوة الحركة الوطنية بعد حادث مقتل السلستاك، وذلك لعدة أسباب. طبعا لو جذوة الحركة الوطنية يعني قوة الحركة، جذوة الحركة الوطنية اللي هي قوة الحركة الوطنية أو شعلة الحركة الوطنية أو مركز الحركة الوطنية، بسبب تمسك الملك فؤاد بالديكتاتورية، تمسك الملك فؤاد بالديكتاتورية والعبث بالحياة الدستورية، منتهز تأييد طبعا الإنجليز له وصدام حزب الوفد مع الإنجليز. فقام عمل إيه الملك أحمد فؤاد؟ راح الملك فؤاد راح عمل بحل مجلس النواب في نفس يوم انعقاده، في نفس يوم انعقاده. طبعا هو استغل بعض الصلاحيات الدستورية اللي أخذها في إيده، راح حل مجلس النواب في نفس يوم انعقاده بعد فوز حزب الوفد في الانتخابات، منتهك بذلك الدستور. ده هو مش طبعا ما انتهكش الدستور، هو استغل فرصة التناقض اللي كان في الدستور. الدستور كان في الوضع يعني على الورق كان حيان يبيع وحاجة كويسة، لكن على الواقع كان الملك له صلاحيات يعمل اللي هو ما بداله. فانتهز الملك فؤاد هذه التناقضات اللي كانت موجودة في الدستور، وراح حل مجلس النواب في نفس يوم انعقاد. تمام يا شباب؟ ايه كمان السبب؟ قال التهديد الانجليزي باستخدام القوة والتدخل السافر في تعطيل الحياة النيابية امام تمسك الشعب المصري بها. الشعب المصري متمسك بالحياة النيابية، والانجليز بيهددوا باستخدام القوة والتدخل السافر في تعطيل الحياة النيابية. فتدخلت انجلترا لاجبار الملك على عودتها، ثم تدخلت لمنع سعد زغلول من تشكيل الوزارة وتكليف عدلي يكن بتشكيل الوزارة ائتلافية. طبعا تدخلات في الجبهة الداخلية لمصر في السياسة الداخلية. كمان الوضع تشجيع الملك لأحزاب الأقلية، الملك عايز يلعب بالأوراق اللي موجودة معاه، حزب الوفد واقف له شوكة في زوره زي ما بيقولوا، فبدأ يشجع الملك للأحزاب الأقلية وتكليفها برئاسة الحكومة، طبعا كل ده مخالف للدستور، وتأييدها لاستمرار الدكتاتورية زي وزارة محمد محمود باشا اللي كانت في 1928. وزارة محمد محمود باشا اللي كانت في سنة 28 عطلت الحياة النيابية والحريات الشخصية، لدرجة إن وزارة محمد محمود باشا عرفت باسم وزارة القبضة الحديدية. وزارة القبضة إيه؟ الحديدية، لأنه مسك البلد بقوة جامد جدا وعطل الحياة النيابية والحريات الشخصية، فأطلق عليه بوزارة القبضة الحديدية. عندي كمان وزارة إسماعيل صدي اللي اتألفت في 1930، ده حكم البلاد حكم إيه؟ ديكتاتوري، وحل البرلمان وألغى دستور 23 وأصدر دستور 30، زود فيه من صلاحيات الملك. ولذلك نقول ده وزارة الملك، يعني ده وزارة البلاط الملكي، لأنه زود فيه من صلاحيات الملك. ده احنا ببعض الصلاحيات اللي منحت في ايد الملك فؤاد، عمل على العبث بالدستور، عمل اللي هو اللي يقدر عليه من تناقض في الحياة السياسية في مصر. ف
فاسماعيل صدقي وزاره يعني لو احنا قلنا لمحمد محمود وزاره القبضه الحديديه، نقدر نقول على وزاره اسماعيل صدقي دي وزاره اللي هي ايه، وزاره الملك او وزاره البلاط الملكي، لانه حكم البلاد حكم دستور وحل البرلمان والغى دستور 23 واصدر دستور 30 اللي زود فيه صلاحيات الملك. فبالتالي كل ده ادى الى اشتعال الصراع الحزبي وانشغال الشعب عن الكفاح ضد انجلترا بالصراع ضد الحكم الدكتاتوري. بدل ما احنا نبقى ايد واحده وضد المحتل، انشغلنا بالصراع داخلنا عشان الحكم الدكتاتوري اللي بدأ يحكم به الملك من خلال وزارات الأقلية. هنا يعني نقدر نقول إن الوضع في مصر كان وضع فرق تسد، بدل ما يبقى الإيد واحدة ضد عدو واحد، إحنا تفتتنا مع بعض نتيجة هذه الوزارات الأقلية اللي كانت تسعى لتنفيذ إما مطالب المحتل أو إما لتنفيذ مطالب الملك، وكلها كانت لا تسعى إلى تحقيق إيه مصالح لمصر، ولكن كانت لمصالح نقدر نقول مصالح للمحتل الإنجليزي ومصالح للملك. بدأنا بقى ندخل في حاجة مرحلة جديدة من مراحل المفاوضات، معاهدة 36. لكن قبل ما ناخد بقى معاهدة 36، يا ترى ايه الظروف اللي سبقت معاهدة 36 اللي يطلق عليها معاهدة الصداقة والتحالف؟ طبعا احنا زي ما قلت لحضراتكم كده، احنا عندنا اكتر من وزارة، عندي وزارة سعد زغلول ووزارة عدلي يكن ووزارة محمد محمود ووزارة اسماعيل صدقي. دخلنا في وزارة من وزارات اقلية تاني بعد تولي توفيق نسيم باشا. الوزارة توتر الموقف الدولي، لإيه السبب؟ موقف دولي هنا بقى بسبب غزو إيطاليا للحبشة سنة 1935، وده كان بداية ضوء أو نذير بنشوب الحرب العالمية الثانية. إيطاليا بقى عايزة تكبر نفسها بقى وتبقى من الدول الاستعمارية الكبرى، وكلها وضع في هذا الكيان. فطلب حزب الوفد إجراء مفاوضات مع بريطانيا بشأن التحفظات الأربعة لتصريح 28 فبراير، لكن الحكومة البريطانية تهربت، قالت له لأ، تهربت من مطلب حزب الوفد. وصرح وزير خارجيتها في الوقت ده كان اسمه سمويل هور في نوفمبر 35 بأن بريطانيا بتفضل التعامل مع مصر بحرية دون قيود، يعني بحرية دون قيود، احنا مش عايزين بقى إلا قيود ولا أي حاجة خالص، احنا عايزين نتعامل معاكم بشكل فيه حريه دون قيود. في الوقت ده مما ادى الى ايه؟ اشتعلت البلاد بالثوره واخذت تموج بالمظاهرات وتعطلت وسائل المواصلات. وبدات تتالف جبهه وطنيه تعمل لاعاده دستور 23 وعقد المعاهد. يبقى الاوضاع اللي حصلت او الظروف اللي سبقت معاهده 36 نتيجه توتر موقف دولي بسبب غزو ايطاليا، وبدات الاوضاع تنذر بنذير وجود حرب عالمية تانية ممكن تقوم في أي لحظة. وبدأت تحصل مفاوضات تاني مع بريطانيا، إلا إن بريطانيا تهربت وقالت إحنا عايزين نتعامل مع مصر بحرية دون قيود. ده أدى إلى اشتعال الثورة مرة تانية، وبدأت الأوضاع تتعطل ويحصل فيها فوضى وقطع للمواصلات، وبدأت تحدث مطالب بإعادة الدستور 23 وبدأت تعقد المعاهدة. اضطرت بريطانيا إلى التراجع عن موقفها وقامت بأمر الملك بإعادة الدستور. يلا يا ملك رجع الدستور تاني علشان نعمل عملية تفاوض ومهادنة، الوضع في مصر ما عادش يعني إيه متحمل. وده بيؤدي إلى إن أو ده يخلينا إن إحنا نقف عند الجزء ده، إن دايما بريطانيا لما بتلاقي الموقف صلب في مع الشعب المصري بتتراجع عن موقفها، وده احنا درسناه قبل كده في مواقف عديده جدا جدا. دايما بريطانيا كانت بتتراجع عن موقفها لما بتلاقي الاوضاع ان الشعب المصري ايد واحده. لما بتبقى الشعب ايد واحده دايما وموقفه متوحد، بتتراجع الدول المحتله او العدو عن موقفه ويعدل من سياسته. وده اللي حصل. اضطرت بريطانيا إلى التراجع عن موقفها وقامت بأمر الملك بإعادة الدستور،
ووافقت على الدخول في مفاوضات مع مصر لإبرام معاهدة 36، اللي هي إبرام معاهدة اللي هي إيه، عرفت فيما بعد بمعاهدة 36، بشرط. بشرط إيه؟ بشرط إن يكون الاتفاق مع ممثل الشعب المصري بأسره. يعني إيه بقى الاتفاق مع ممثل الشعب المصري بأسره؟ بأسره يعني كله، يعني أي مع جميع الأحزاب، يعني مش مع حزب الوفد بس أو مع حزب معين، لكن مع إيه، شعب المصري كله، أي مع جميع الأحزاب. ليه؟ لضمان قبول المعاهدة من جميع الأحزاب المصرية، فبالتالي ما تتعرضش للمزايدات بعد إبرامها. ما يبقاش حزب واحد بس هو اللي واقف واللي بينادي بالدور، يعني هي مش عايزين حزب واحد زي حزب الوفد، لأنك عايزين جميع الأحزاب عشان تضمن قبول المعاهدة من جميع الأحزاب، وما تتعرضش بقى للمزايدات أو مزيد من المطالب ليها. وبناء على هذه المتغيرات قدم توفيق نسيم اللي هو كان ساعتها رئيس الوزراء، قدم توفيق نسيم باشا استقالته إلى الملك، فراح الملك عهد بالوزارة إلى علي ماهر باشا في يناير 1936 بهدف إجراء انتخابات حرة، وبدأ وصدر مرسوم ملكي في فبراير 36 بتأليف وفد المفاوضات مع الحكومة البريطانية، لم يشترك فيها الحزب الوطني وقتها، كما صدر مرسومين في مارس 36 بإجراء انتخابات العامة لمجلسي النواب والشيوخ، فاز فيها كالعادة حزب الوفد بالأغلبية. كان ساعتها وقتها سعد زغلول كان توفي، وكان كان على رئاسة الحزب مصطفى النحاس باشا، شكل الحزب أو شكل الوزارة مصطفى النحاس باشا. في إيه نصوص المعاهدة؟ في مارس عقدت أول جلسة مفاوضات بين مصر وبريطانيا، واللي انتهت بإبرام معاهدة الصداقة والتحالف في أغسطس 36، حققت فيها مصر بعض المكاسب، بعض حلمون هنا بعض المكاسب وليست مكاسب كاملة، يعني حيث نصت على إيه؟ انتهاء احتلال مصر عسكريا، طب دي حاجة كويسة قوي، لكن مع استمرار قوات الاحتلال البريطاني في بعض المناطق. يعني هنا بنقول احنا هنسيبكم، لكن في اجزاء مش هنسيبها، يعني نص نص، انتهاء احتلال مصر عسكريا لكن مع استمرار قوات الاحتلال في بعض المناطق، طبعا تبقى مناطق حيويه زي منطقه قناه السويس. انضمام مصر الى عضويه عصبه الامم باعتبارها دوله مستقله ذات سياده، طب ده كويس قوي، يبقى كده التمثيل الخارجي لمصر هيبقى موجود، السياسه الخارجيه لمصر. كمان الغاء الامتيازات الاجنبيه، الامتيازات الاجنبيه اللي كان بياخدها الاجانب في مصر هنعمل على الغائها. ايه كمان؟ عندي تقويه الجيش المصري، طب حاجه كويسه قوي، الى الدرجه اللي تمكنه من الدفاع عن قناه السويس بمفرده، فاذا وصل الى هذه القوه تغلب القوات البريطانيه الحليفه عن مصر. طبعا مش عايزين ننسى ان بريطانيا عدو ذكي جدا وعنده دهاء ومكر سياسي، لانه طبعا يعني ليه تاريخ سياسي كبير جدا سواء مع الدول الاوروبيه اللي حواليه او مع الدول اللي استعمرها، واحنا عارفين طبعا مؤتمر الاستانا لما قدر ينفرد والمؤتمرات اللي عقدها بعد كده، ان يقدر ينفرد بحكم او باحتلال مصر وبغزو مصر بجمله اضافها المؤتمر بإلا الضرورة القصوى أو في حالة ما يدعو إلى ذلك. فدايما فنخلي بالنا، إنجلترا عدو ذكي جدا، فهنا بيقول تقوية الجيش المصري إلى الدرجة اللي تمكنه من الدفاع عن قناة السويس بمفرده، فلو وصل إلى هذه القوة تجلب القوات البريطانية الحليفة عن مصر. طيب عندي كلمة زي ما بيقولوا عليها كلمة مطاطة، كلمة ملهاش حدود، يعني امتى بقى اذا وصل الى هذه القوه، ومين اللي هيحدد القوه، مين اللي هيحدد الستاندرد هيوصل ليه الجيش المصري من رايه ان يقدر يتمكن. طبعا دي جمله محدش يقدر، ملهاش مقياس، ومقياسها عند مين طبعا، لكن هو عايز يقول يعني يثبت حسن النوايا، لكن هو ماكر وداهي. تمام يا شباب، عندي كمان
سحب جميع الموظفين البريطانيين من الجيش المصري، كويسة قوي، وإلغاء إدارة الأمن الأوروبية وخروج العنصر الأوروبي من البوليس، واعتبار مصر هي المسؤولة عن حماية الأجانب. هنا رمى الكرة في ملعب مصر. إزاي؟ قال أنت المسؤولة عن حماية الأجانب، أنا هسحب كل عنصر أوروبي سواء الموظفين من الجيش وإلغاء إدارة الأمن الأوروبية اللي موجودة عندك في الجيش وخروج العنصر الأوروبي، بس لو حصل حاجة لواحد أوروبي عندك أنت المسؤولة عن حمايته، وإلا هيكون الرد عنيف، وأنتوا جربتونا قبل كده. تمام؟ هنا حرية مصر في عقد المعاهدات السياسية مع الدول الأجنبية بشرط ألا تتعارض مع المعاهدة. اعملي المعاهدات مع أي دولة أوروبية أنت عايزاها، بس على شرط ما تتعارضش مع شروط المعاهدة اللي أنا عاملاها معاكي. طبعا ده فيها ذكاء وفيها دهاء، على الرغم من بعض المكاسب اللي حققتها مصر، لكنها كانت مكاسب يعني محدودة وليها أبعاد، ليها أبعاد جدا. عندي كمان حاجة كويسة حصلت، هي إيه؟ إرجاع الجيش المصري إلى السودان، واعتراف بريطانيا بالإدارة المشتركة مع مصر والسودان. دي نصوص معاهدة 36 اللي حققت فيها مصر بعض المكاسب، ومكاسب محدودة لكن أحسن من ما فيش، يعني على الجانب العسكري، على جانب الجيش، على جانب السياسة الخارجية، على السياسة الداخلية، لكنها طبعا مكاسب محسوسة ومؤقتة. يعني ازاي مؤقتة؟ ازاي؟ لو حصل ده مش هنسحب ده، ولو ما حصلش ده هيبقى في إجراء عنيف بعد كده. هم يا شباب لازم نعي تماما ان العدو لا يسعى الا المصالحة، والمحتل لا يسعى الا المصالحة، ولو دخل معاك في مفاوضات هيدخل معاك في مفاوضات عشان مصالحه وليس لمصالح الدولة اللي محتلها. لازم نفهم ده كويس. طيب يا ترى نتائج معاهدة 36 ايه؟ التغيرات الداخلية والدولية اللي حصلت بعد المعاهدة. طبعا تحولت العلاقة بين بريطانيا ومصر من علاقة احتلال إلى علاقة تحالف. بدل ما انت يا بريطانيا كنت محتليانا واحنا كنا محتلين، تحولت العلاقة بين بريطانيا ومصر من علاقة احتلال إلى علاقة تحالف، ولذلك احنا بنسميها معاهدة الصداقة والتحالف. ظهور قوى سياسية جديدة في مصر تمثلت في جماعة الإخوان وجماعة مصر الفتاة، والاثنين جماعتين دول تحالفوا مع الملك فاروق، طبعا كان الملك فؤاد مات وجه ابنه الملك فاروق ضد الوفد، وكانوا سواء الملك فاروق والجماعتين دول جماعه الاخوان مصر الفتاه كانوا بيميلوا لقوى المحور، كانوا بيميلوا لقوى المحور اللي هي المانيا وايطاليا، كانوا بيميلوا لقوى المحور اللي هي المانيا وايطاليا ضد مين؟ انجلترا، لكن ما قدرش يقولها بشكل رسمي، لكن النوايا عند صاحب النوايا. فنتيجه هذه المعاهدات بدات تظهر قوى سياسيه، نتيجه معاهده 36 ظهرت قوى سياسية جديدة تمثلت في جماعة الإخوان وجماعة مصر الفتاة، ودول اتحالفوا مع الملك فاروق وكانوا ليهم ميل محوري، قصدي يعني ميل محوري معناه ميل لقوى المحور اللي بيمثلها ألمانيا وإيطاليا. بدأ يزداد نفوذ القصر، ازدياد نفوذ القصر وسيطرته مع اعتلاء الملك فاروق هذا الملك الشاب على العرش، وتعيين ماهر باشا رئيس للديوان الملكي. بفضل هذه العوامل الجديدة تمكن الملك فاروق من إقالة وزارة مصطفى النحاس باشا في ديسمبر سنة 37، وأعاد حكومات الأقلية مرة تانية منتهك بذلك الدستور. فحكمت البلاد منذ ديسمبر ل 37 حكومات الأقليات. حكومات الأقليات زي مين؟ زي المجموعة دي بالترتيب كده: وزارة محمد محمود باشا، وزارة علي ماهر باشا، وزارة حسن صبري باشا، وزارة حسين سري باشا. دي مجموعة من الوزارات، وزارات الأقلية أو حكومات الأقلية اللي حكمت بعد معاهدة 36، أو بعد الفترة دي بعد ما الملك فاروق اعتلى العرش وأقال وزارة مصطفى النحاس باشا من ديسمبر 37، وبدأ من 37 42 بدأت اللي تحكم
الحكومات في مصر حكومات الأقل، حوالي 4 حكومات. تمام، إلى هنا أبنائي وبناتي نكون وصلنا إلى نهاية حصتنا. إن شاء الله نستكمل حصتنا الحصة القادمة مع بداية ظهور أو عوامل قيام ثورة 23 يوليو 52. في انتظاركم دايما، لو في أي أسئلة اكتبوها على الشات هنجاوب عليها مع بداية الحصة. إلى هنا أستودعكم الرحمن الذي لا تضيع أمانته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.